سأل كلمة يقول: هل يجوز للمرأة أن تستقبل باب الكعبة في أوقات تكون لا يوجد فيها تزاحم مثل الملتزم؟ نقول يكره للمرأة ذلك، لأنه لا يخلو الملتزم من الزحام. بل إن عائشة كما عند ابن شيبة في ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق جاءتها عمرة وقالت: هيا بنا نطوف، فنظرت فإذا في الطواف في رجال، قالت: إليك عني، روحي طوف أنت، إليك عني. ما كانت تطوف إلا لما لا تجد أحدا حول حول الكعبة، وهذا في طواف النافلة ليست في طواف الواجب كعمرة أو أو كحج. فيكره ذلك أيها الكرام الفضلاء. نعم، ويكفي المرأة سبحان الله أنها تدعو من أي مكان، بل الرجل نفسه يقول عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك. وقال عليه رضي الله عنه أرضاه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إنك قوي فلا تزاحمن على الحجر. وما تراه الناس الآن من التزاحم والتضارب شيء يعني عجيب، حتى بعض الناس تجده يدخل بنسائه ومرأة يتشال حجابها، ومرات حتى عباءتها أنها تقطع. لا شك أن هذا ليس من الدين في شيء.